رويال باس الشهر الثاني نزل يا اخوان، واخيرا نزل هذا الرويال باس للشهر الثاني. بس قبلها اكو فد شغله مهمه الكم فيدكم كلش هواي. قبل ما نحكي بالرويال باس الشهر الثاني، راح يكون اكو حدث رويال باس الشهر الثاني، راح تكون اكو مسابقه على صفحه ببجي موبايل مينا بالانستغرام، وراح يفوز بيها 100 لاعب محظوظ برويال باس مانث 2. زين ايفر، شنو المطلوب من عندنا حتى نشارك بالمسابقه؟ كلش سهله. اول شيء تابع حساب ببجي موبايل مينا الرسمي على الانستغرام، وثاني شيء روح على منشور المسابقه وحط بالتعليقات الاي دي مالتك مال لعبه ببجي موبايل، والشغله الثالثه شارك ستوري وسوي بي تاج لصفحه ببجي موبايل مينا وحط معرف حسابك. والشغله الرابعه، بس الناس اللي حيسوون هاي الخطوات راح يحصلون على فرصه للفوز برويال باس الشهر الثاني. فرابط البوست يا اخوان راح يكون جوا بالديسكربشن. بس خلينا نبلش الفيديو. مثل ما تعرفون يا اخوان، ملك التيك توك واحد بس اللي هو اني، وطبعا لازم اكون متواضع، يعني هاي شغله منتهين منها. فبتواضع اقول اني ملك التيك توك، لازم اثبت انه اني ملك التيك توك، وانا راح اعرف شلون اثبت لكم. بس قبل ما نبلش، كل واحد يا شباب المقطع يحط لنا لايك، خلينا نوصل المقطع 100,000 لايك، واشتركوا بالقناه اذا ما انتم مشتركين. بس حط لنا انترو. اوكي، اكو واحد بالتيك توك نريد نشوفه شويه ونجاوب عليه. اوكي خلينا نشوف هذا ايش يسوي الفيديو. والله اوكي عنده 507 شده، دا يصور بيه ايش ما اعرف ليش. شنو راح يصير؟ اوه جت 770 شده بالايميل، يقدر ياخذها. اوكي اخذها، واو. يرد عليه ملك التيك توك؟ يرد عليه. ملك التيك توك. اوكي يا اخوان، صارت عندنا 5000 شده، ملك التيك توك صارت عندنا 5000 شده. اي نعم، حاليا راح نفوت نفتح الرويال باس، خلينا نشوف شنو بيه بالبدايه. اوكي بالبدايه، بسم الله، رويال باس 2. اوكي يا اخوان، هذا الرويال باس اللي بعده اللي هو ليفل 50. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نشوف اللبسه الاولى. يا هلا مجموعه نفترس البحري، كلش حلو وياها اوزي. هنا عندنا اتوقع خوذه، والله نايس. شوف الخوذه يا اخوان. اوكي كلش حلو. ايه هاي عندنا جنطه هنا رهيبه، عندنا هنا صوره كلش حلو. شوفوا رويال باس الشهر الثاني، عندنا هاي الطياره الرهيبه، الطياره تخبل، الطياره تخبل من الاخير شباب. شنو عندنا بعد؟ عندنا هذا السكين كلش نايس. اوكي ما نريد نستكشف الاشياء كلش، نريد نشتري الرويال باس. فخليني نروح على بطاقه الترقيه يا اخوان. مثل ما تشوفون قدامكم تقدرون تختارون اثنين، تقدرون تشترون ابو 360 وتقدرون تشترون ابو 960 شده. خلينا نشوف الفرق بيناتهم شنو. الاليت باس افتح اكثر من 50 مكافاه اضافيه من خلال رفع التصنيف، قم بالغاء قفل امتيازات حصريه رائعه، اغتنم مجموعه المفترس البحري الان، امتياز التقدير 15 من المرات في الاسبوع ب 360. اليت باس بلس، اغتنم مجموعه المفترس البحري الآن، امتياز التقدير عالي المستوى 30 من المرات في الأسبوع، ارفع تصنيفك بمقدار 12 تصنيفا بقيمة 1200 يوسي، مكافأة العنصر الإضافية، اختر واحد من رموز التعبيرية كمكافأة إضافية، احصل على العديد من المكافئات على الفوز ب 960 شدة بس. اوكي حكيت بحماس كل شوية، بعد صوتي راح، خلنا نشرب مي ثواني. أكيد أنت راح تسأل أيفر شنو راح تختار؟ أكيد راح أختار الإليت باس بلس اللي هو بهاي الأشياء الجميلة كويتها ب 960 يوسي بس. خصم 60 من يوسي، كلش حلو. ندوس موافق. يا هلا منور منور. يا هلا شوفوا، صعدني ليفل عالي. طبعا راح اروح نشتري التصنيف كامل حاليا. اوكي نعطيه تصنيف كامل ب 3700، نقول له بسم الله، نقول له بسم الله. ليفل 50، يا هلا انفتح عدي كامل مكمل هسه. نقدر نسوي جمع الكل، بس اريد استلم وحده وحده. اول شيء السكين هذا اللي يعجبني اكيد، مجموعه المفترس البحري والاوزي جندي البحار. روح ناخذ الخوذة مالتها بالبداية. يا هلا زين. اليوسي راح تحدد تختار يوسي شدات او هاي القطعة المعدنية الثانية، فانا راح اختار اليوسي اكيد، وحددها انه ياخذها الكل الباقيات، يعني كل ما تجيني ياخذ هو بس يوسي. فراح اقول له ما يخالف. 80 كلش حلو. اوكي ليتس جو، طاني 80. هنا انا همي نفس الحالة 40، راح يعطيني يوسي كلش هواية. اوكي راح ناخذ الجنطة، جنطة حقيبة الظاهر الحصن اللؤلؤي، اريد هاي الرقصة. اوه هاي الرقصة حلوة، اوكي هاي الرقصة حلوة، ثواني عجبتني عجبتني. مستعد، هاي الرقصة كلش حلوة، هاي الرقصة كلش حلوة. اوكي زين، الطيارة الطيارة انا كلش اريدها عجبتني. اوكي شنو عندنا بعد؟ عندنا باراشوت هنا جدا جميل. اوكي عندنا هاي القنبلة كلش حلو. اوه ويا رقصة، وين الرقصة؟ ثواني، هلا جندي البحار، هلا هلا. عندنا هنا ام 20 جندي البحار. اوكي كلش حلو. اوه وصلنا للسكين الاخيرة، يعني تشيف اولي مجموعة جندي البحار. اويلي اويلي بهالسكين يابا، اويلي اويلي. تعال لك هلا، سوي له جمع الكل،
جمع الكل من الاخير يابي، جمع الكل من الاخير، كلش حلو. هنا عندنا مهمات مثل ما اتفقنا، المهمات تكون 4 اسابيع بس، يعني هذا تكمله للرويال باس المنث الاول. يا الله اريد اروح طاير، اريد اروح طاير، البس بسرعه. اوكي اول شيء عندنا السكين، طبعا هذا طلع لنا سكين وهذا طلع لنا سكين، بس اكيد يعني هذا السكين الاسطوري يعني، ويا الخوذه كله كله، ويا الصماخ مالته. يا هايلي يا هلا، شوف السكين يابي. اوكي جنطه اللي هي هاي جدا جميل، الام 20 طبعا طلع لنا هذا، خلينا نخليه. الاوزي الجديد همين ناخذه. نجي على الرقصات يا ابو، الرقصات الجديده 4 رقصات، وهاي وحده هاي كلش عجبتني، هاي اخليها اول شيء انا صراحه. رقصه بعدها اللي هي جندي البحار، رقصه ميثك جدا جميل. اوكي طياره اكيد نخليها، وروح الباراشوت همين نخلي هذا الباراشوت، والنيد اكيد هاي. وهسه نكون جهزنا كل شيء، انا جاهز حتى ادخل الجيم واجدد. قول بسم الله. يا الله راح نخلي الوضع العادي كلاسيكي، دوس سكواد ونقول بسم الله. عجلتهم باللبسه الجديده مالتي الاسطوريه. انا راح احاول الزم نفسي وما هايط صراحه يعني، بس والله العظيم ما اقدر. شوف انا الوحيد اللي عنده هاي اللبسه، ما حد عنده، والله العظيم ما اقدر. يعني واحد مثلي عنده هاي اللبسه وما هايط، يعني شلون؟ يعني لو حصل الاول على الطياره ولي اوك فك خرفت على الامر. هاي يا اخوان انا لو على الطياره شباب، اسمعني انا لو على الطياره اقول لك، انا لو على الطياره اسمعني شباب ايش تسوون، انا لو على الطياره شلونكم؟ واخر واخر واخر، انتم ما عندكم اللي بيشتي هاي الاسطوريه. لو على الطيران لك، لو على الطيران، لو على الطيران، لو على الطيران، لو على الطيران. يعني حلو من انت تكون مسيطر ولو على الطياره. راح ننزل بوشينكي. السلام عليكم، وراكم الاول على الطياره الاسطوره 911 ايفر، ملك الملوك يعني ملك التيك توك همينه. شوفوا الاول على الطياره بقى، يعني ايزي. اوكي ايه اوكي تمام تمام يا اخي تمام. بس انت لك اكيد ولا انا ملك التيك توك، انا رسمي، حتى ملك ببجي موبايل اني. سكتوا يا اخوان سكتوا، سكتتهم بالوثائق اللي انا عندها. خلينا ننزل بوشينك، خلينا ننزل بوشينك لين نحكي وياه من الغوايه. من يريد ينجلد على السريع على السريع، الجلد راح يكون على اني. شغله وقت الحرب، طفيها شغلها، طفيها شغل. لا يلا طف. اوكي يا اخوان ننزل بوشينكي حاليا، خلينا نشوف الاسطوره. شوف الباراشوت عمي، اسطورة ببجي موبايل، ملك التيك توك. راح ينزل وين؟ راح ينزل بنص الشارع. اكلنا هوا يا عبرني السياج ولك. يا الله مسدس مدسس، احنا ما نحب المدسسات شباب. خلينا ندور لنا على شيء، على شيء سلاح مرتب ايش نجلد بيه. يمكن ما نزلوا يا بوشن كلين يخافون. هاي القنبله الجديده يا هلي يا هلي، خليني افجرها هناك. اروح قنبله جديده عمي. ها ذاك اثنين همزين غدروا بيهم، همزين غدروا بيهم، ليه ما عندي سلاح هاني يا اخوان؟ سلاح بليز ممكن سلاح، يعني انا شلون اتعارك ويا العالم واني مسدس عندي؟ شلون؟ مويب يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. هذا الاوزي، الاوزي الجديد جيبه، جيب الاوزي الجديد اجلدكم. شوف السكين يابا، شوف السكين، شوف السكين يابا. هذا وين كان هنا؟ هسه راح ينجلد رسمي بعد، خلاص ما عندنا حجه، سلاح صار عندنا. خشينا له هذا البيت. اتوقع مكمبر هنا. هذا بنزين ايفر شبيك. القم 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 بالاوزي الجديد حبيبي، هنا الاسطوره ايفر. طيب وين مشاي الاوزي؟ انا مسوي روحي لوتي دي يخلدني. نشوف السكواد اللي بعد اللي هناك. واحد هناك يا اخوان، راح نتسلل له تسلل. تسلل عن طريق البيوت. يا اخوان ذولا يخافون، والله العظيم ذولا مرتاح لهم. ذاك هو ذاك 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 ذاك. اوكي لقفنا لقفنا لقفنا، خلينا نحاول على السلاح الثاني. بيسكوب اوريدي، وهذا سلاح ما نريده. خشينا عليه. اوكي هذا 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 الراد لبش، هذا مو مال كلش سهل وياه. بشينا له احنا رسمي، خلينا نشمر له دم.
شمرنيد على روح الهبل، واناكم عرق دي يصير وراي ما ادري شنو. انا مو قلت لكم ملك ببجي موبايل ملك تيك توك، ليش ما صدقون بي؟ ابلع اخذ بي كي سي مالته، شايل بي كي سي. لك قدامك ايفر انت. صار اكو شو اسمه قنابل ورايا، ورت ورايا بس ما ادري وينهم، راح ادور عليهم. لك وينهم؟ ريد له عيب. اشتميت ريحة واحد غريبة احسي، اشتم ريحة قوية مال اعطاب، ريحة الخوف مالتي. ما ليش خايفين وخاتلين من عندي من اوف تيم؟ بس انا اعرف اني لاعب قوي. اوكي انتهي من هي يا اخوان، ذولي شنو؟ مو كانوا كنا تيم، والله تذكرت كانوا كنا تيم بس وينهم؟ سمعت نيد انا ودابش على ذاكي، ذكر ورت هنا. اوكي اذا ذولي جبناء خلنا ناخذ السيارة ونروح نبوش على سكول، ما راح يطلعون ان شاء الله. يا رب ما يغدروني، ان شاء الله ما يغدروني، ما يقدرون صح. بشينا على سكول، مو سكول، سكول اسبيها يب، سكول اسبيها عالم. بشينا على سكول يا اخوان، يا الله جماعة سكول متوا. استسلموا. لا 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 رجون قصف. لا 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 زون الاحمر بالعنى. خلنا نطب سكول نختي العسري اوه. جي جي والله جماعة بوشي كلهم خبلتهم ولا خافوا من عدي، قاموا حتى ما يعرفوا ايش يسوون. وبس يا اخوان اذا كنتم صلاة المقطع اتمنى تكونوا احبابي استمتعتوا، صح جلدني صح متنا بالريد زون بس مالكم دخل. لا تنسون يا اخوان رابط المسابقة ورابط بوش المسابقة راح يكون جوا بالديسكربشن. حبكم وايد، كان اخوكم رايفر، تنسونا باللايك واشتركوا بالقناة اذا ما انتم مشتركين، وضيفونا على صفحتي بالفيسبوك. وبس مع السلامة. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn.